بكم إلى آخر مستجدات الخليج العربي على قناة الحدث الإفريقي. أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. قدم سفير الكويت ناصر صنهات القحطاني أوراق اعتماده سفيرا محالا إلى حاكمي جمهورية سان مارينو ماريا لويزا بيرتي ومانويل تشافادا. وذكرت سفارة الكويت في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية كونا يوم الجمعة أن حاكمي الجمهورية تسلم أوراق اعتماد سفير القحطاني خلال مراسيم رسمية بقاعة 12 مقر المحكمة العليا بمدينة سان مارينو بحضور وزير الخارجية لوكا بيكاري. وأضاف البيان إن الحاكمين أشاد بهذه المناسبة بمستوى العلاقات والتعاون بين دولة الكويت وجمهورية سان مارينو. أكد الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن يوم الشباب البحريني يمثل مناسبة وطنية هامة في مسيرة مملكة البحرين باعتباره يستحضر الدور المهم الذي يلعبه الشباب البحريني في صناعة مستقبل البحرين، كما أنه مناسبة لإبراز الإمكانات والمهارات الكبيرة التي يمتلكها شباب المملكة والتعرف على مبادراتهم وأفكارهم ومشروعاتهم باعتبارهم قادة وشركاء أساسيين في مسيرة البناء والذين أثبتوا جدارتهم بما حققوه من إنجازات رسخت مكانتهم وعززت الرهان على وعيهم. تحدث طبيب هندي مقيم مع أسرته بمنطقة الجوف عن حياتهم في ظل أجواء أكثر من روحانية في رمضان أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أنها تحظى بأجواء مختلفة عن بقية البلدان على حد وصفهم في شهر رمضان المبارك. وقال الطبيب محمد شجر إسلام الذي يعمل في إحدى مستشفيات المنطقة إنه يعيش بالسعودية منذ 6 أعوام ويصوم رمضان فيها، مشيرا إلى أن الأجواء لها روحانية مختلفة من الصلاة في المسجد إلى التراويح إلى أجواء الإفطار. وأضاف أن في المملكة كل من حوله يعيشون أجواء رمضان ويتعبدون الله، وهذا يعطي أجواء مختلفة جدا، كذلك تغيير أوقات العمل الذي أعطى طابعا خاصا للشهر الكريم. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.